يعني حسن ظن لا أكثر ولا أقل، مع أن أنا ما مدحته أساسا، لكن مدح الطموح حقته، هو شاب طموح ويحتاج يتعلم بس لا أكثر ولا أقل. ودائما أنا كنت لما أسمع بالمداخلات لما يدخل مع الوهابية، كنت أخاف من قضية الوقوع بالخطأ بقراءة الآيات والروايات. ولا كل حال، على كل حال، هل بول الإبل طاهر أم نجس؟ عزيزي، بول الحيوان مأكول اللحم يكون طاهر، بول الحيوان مأكول اللحم يكون طاهر. ما رأيك بكتاب سليم بن قيس الهلالي؟ عزيزي، رأي من رأي العلماء، رأي من رأي العلماء أن الكتاب ثابت، لا يوجد فيه مشكلة. من الأعلم، الشيخ المفيد أو السيد الخوي؟ أنت الأعلم، لا الشيخ المفيد ولا السيد الخوي، لأن هذا سؤالك دليل على أنه أنت عبقري. عزيزي، الدليل على التقليد موجود عندي محاضرة في قناتي على اليوتيوب، موجود. والدليل على التقليد القرآن والسنة والعقل والإجماع والسيرة، والسيرة أساسا سيرة أهل البيت قامت على قضية التقليد. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يقدمون بعض أصحابهم للإفتاء للناس مع وجودهم، وهذا هو التقليد بنفسه، هذا هو التقليد بنفسه. هذاك واحد يدافع عن علاء. عزيزي، شوف، من يعتقد بقيمة إنسان ليس عنده شرف فلا شرف له. يعني الإنسان اللي يقبل بواحد عدو للشرف، عدو للأخلاق، عدو للدين، لا دين له، لا شرف له، لا أخلاق له، وهذا أمر واضح، يعني هذا أمر واضح ما يحتاج. وأنا مو من النوع اللي يحني ضيع وقت الشيخ اسمه